الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة مدى جاهزية القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري. وألقى اللواء أركان حرب هشام شندي قائد الجيش الثالث الميداني كلمة أشار فيها إلى حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الارتقاء لأعلى درجات الكفاءة القتالية والحفاظ على الأسلحة والمعدات ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه. ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما أكد على حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير القدرات العسكرية المصرية ومواكبة العلم الحديث في نظم التسليح والتصنيع العسكري بالتعاون مع كبرى شركات التسليح العالمية، كذلك الاهتمام بالفرد المقاتل إداريا وتدريبيا ومعنويا ليظل رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضين في أداء المهام المقدسة المكلفين بها. وأشار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين كافة الحدود الاستراتيجية للدولة، وأن القوات المسلحة هي حصن الوطن ضد أي تهديدات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري. وأوصاهم بمواصلة البحث والاطلاع لزيادة مستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة. كما أعرب الفريق أول عبد المجيد صقر عن اعتزازه لما يقوم به رجال القوات المسلحة من مشاركة فاعلة لدعم منظومة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية بما يحقق الإنجازات والعبور نحو آفاق المستقبل بكافة ربوع الوطن وعلى رأسها أرض سيناء الطاهرة. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في العديد من المجالات العسكرية. وأكد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع الجمهورية التونسية، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية لكلا الجانبين. من جانبه قدم الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر بالجمهورية التونسية التهنئة للفريق أحمد خليفة متمنيا له التوفيق في مهام منصبه، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتونسية.
الكلية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية قلاع عسكري هدفها تخريج أجيال جديدة من ضباط القوات المسلحة من مختلف الكليات العسكرية. الكلية الحربية الكلية البحرية الكلية الجوية كلية الدفاع الجوي الكلية الفنية العسكرية كلية الطب بالقوات المسلحة الكلية العسكرية التكنولوجية. هؤلاء الرجال يتم تدريبهم وفقا لأرقى النظم العلمية الحديثة. مناهج دراسية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدما. يحصل خلالها الضابط على شهادات مدنية إلى جانب شهادة إتمام الدراسة العسكرية. يحصل الضابط خريج الكلية الحربية على بكالوريوس العلوم العسكرية بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية طبقاً للتخصص. يحصل الضابط خريج الكلية البحرية على بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الأسكندرية. يحصل الضابط خريج الكلية الجوية على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران بالإضافة إلى إحدى الدراسات المدنية الآتية طبقاً للتخصص. يحصل الضابط خريج كلية الدفاع الجوي على بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي بالإضافة إلى بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات الاتصالات والحاسبات والميكاترونكس بنظام الساعات المعتمدة من جامعة القاهرة. يحصل الضابط خريج الكلية الفنية العسكرية على درجة بكالوريوس الهندسة بتخصصاتها وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. يحصل الضابط خريج كلية الطب بالقوات المسلحة على درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة امتياز وترخيص مزاولة المهنة بعد إتمام عملي الامتياز بنجاح. يحصل الضابط خريج الكلية العسكرية التكنولوجية على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا من الجامعات التكنولوجية المصرية كل في تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية. الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية المصرية خير أجناد الأرض. الواجب الواجب الشرف الشرف الوطن الوطن. وللتعرف على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة الصفحة الرسمية لموقع تنسيق القبول للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية على الإنترنت www.tansiq.mod.gov.eg. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg. اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ITC Egypt 2024 ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة ISEC 2024 بمشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم، والتي استمرت فعاليتهما على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية. وشملت الأنشطة عقد عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الرؤى والأفكار العلمية للمساهمة في إثراء العمل البحثي العلمي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة. وفي ختام المؤتمر نقل اللواء أركان حرب ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين في المؤتمر من مصر ومختلف دول العالم، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمي وتنمية الابتكارات للاستفادة منها في شتى المجالات العلمية والتكنولوجية بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدولة. كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى
في المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية، وأعرب المشاركون عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم وتنظيم لهذا الحدث العلمي الهام، وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من المؤتمرات العلمية والبحثية. التنظيم الرائع والكواليتي بتاع الحاجة اللي موجودة، يعني طبعا ده شكر كبير للقوات المسلحة ان تطلع بالصورة التنظيمية الهائلة دي. في تقدم كل سنة في المعرض الحمد لله، مستوى الطلبة في نماء، المسلسل العسكرية متبنية جدا، المجتمع المدني بنبدأ ان انا ممكن اشوف فكرة مشروع تانية ابدأ السنة الجاية اشتغل عليها واطور من نفسي فيها. بدأ المجتمع والحياة العسكرية الاتنين يدمجوا ببعض بحيث ان احنا كلنا في الاخر نخدم مصر.